بتجهيز الملعبين راح اطلب لي الفنادق في المستوى العالي، كاين فنادق ذات 5 نجوم 4 نجوم الى اخره، زائد يعني تهيئه المدينه يعني ومداخلها ومخارجها من المطار الى اذا احنا يعني نعتبر نفسنا يعني باللي رفعنا التحدي وهيئنا مدينه عنبه، هي بالفعل المدينه الرابعه على المستوى الوطني، اهلها مضيافين ان شاء الله، احنا متيقنين بلي راح تكون طبعه يعني ناجحه وبامتياز ان شاء الله. في هذه الفنادق حلت الوفود الإفريقية المشاركة في الحدث الكروي القاري، حدث سيكون فيه ملعب 19 ماي 1956 بعنابة شاهدا على مجريات مباريات المجموعة الثانية. لقد حظينا باستقبال استثنائي وتفاجأنا أيضا بحفل استقبال ثان كان في انتظارنا. باسم الشعب السنغالي يشكر الجزائر وشعبها ومواطني ولاية عنابة المضيافين، هذا الأمر يوحد الشعبين. ثالث أكبر المدن الجزائرية عنابة جاهزة لاستقبال شان 2022 وتنتظر فقط إعطاء أشارة انطلاق الحدث الكروي القاري. إذن هي مدينة بونا أو لؤلؤة الشرق الجزائري، واحدة من المدن الأربع المحتضنة لبطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين، جاهزة ومستعدة للحدث الكروي القاري لتمد بذلك ذراعيها نحو 18 عاصمة إفريقية، ولسان حالها يقول مرحبا. مفاد قناة الجزائر الدولية يوسف شيكر، عنابة الجزائر.